مشاهدي قناه الحياه المصريه والان تي في، واهلا فيكم بسهره عنوانها الكبير والعريض الضحك والتسليه. اهلا فيكم بذا كوميدي نجم الكوميديا. بدايه برحب باعضاء لجنه التحكيم الدائمه، النجمه اللبنانيه العربيه الممثله الحلوه واللي ضحكتها احلى سيرين عبد النور. ترحيب كبير ايضا بالممثل المصري القدير صانع النجوم ومشجع المواهب الحقيقيه حسن حسني. نجم الكوميديا المصريه الممثل الجماهيري محمد هنيدي. اهلا وسهلا فيكم، واكيد اهلا وسهلا بكل يلي شرفونا اهل واصحاب ومشجعين، وبشرفنا تكون معنا الليله على مسرح ذا كوميدي فنانه مصريه عريقه اشتهرت كثير بمجال الكوميديا الاجتماعيه، ضيفتنا الممثله الرائعه هاله فاخر. وقبل انطلاق منافسات البرايم السابع بين 10 من الكوميديين الشباب، بنسترجع محطات بارزه من البرايم الماضي. شاهد البرايم السادس تقدم على كل المستويات وارتفع منسوب الضحك بشكل كبير. ماشي 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 وانا بنهار. ايه مع ايامنا ما كان في شفره. قدم معظم المشتركين لوحات كوميديه على مستوى عالي نالت اعجاب اعضاء اللجنه. سعيد منين؟ انا سعيدي من زمان. من زمان ولا من زمان؟ والله محبوس زي العسل. ايه ده؟ قولي ازيك كده؟ ازيك كده؟ انت اكتر مشتركه بتعرفي تعملي كاركتر. كل القصايد من حلا عينيكي. ما في شك انك ولعت المسرح وكل العالم كانوا مبسوطين. بدنا جاطين سوشي على كيف كيفك. انا شخصيا عشت في حاله كده ان انا من عشاق باب الحرب. انت بتغزيني؟ برافو عليك يا فريد. دكتور خميس انت اخترعت. بضحك ثانية واحدة. بدي أعطي بوسة كثير حلوة. يا نهار أبيض. بس أنا بضحك لحد دلوقتي على سيبها سيبها. قلت سيبها سيبها. وساهم وجود الممثلة والنجمة ميس حمدان بالبرايم بإعطاء دفع قوي للمشتركين. حاضر يا حبيبتي. ولو سمحتي هاتيني بريس شم الدولاب. اتفضلي قدامي. الله، طب على كده بقى أنا عايزة نص كيلو. وفاجأت ضيفتنا ميس حمدان الجميع بتقديم ستاند اب كوميدي وأظهرت براعتها بتقليد بعض الشخصيات. إيه رقبة؟ وده حيجنني. أما العنوان الأبرز بالبرايم السادس فكان تعادل مينا وثنائي محمد وعلي المركز الأول بالترتيب. ومرة جديدة بتوقف داليا سمير بدائرة الخطر، وهالمرة إلى جانب اللبنانية تينا عبد الله. داليا وكمان مرة تتخطى داليا الخطر وبتنتقل لتحدي جديد. أنا أكيد فرحانة. أما تينا فانتهى مشوارها بدمعة. زعلانة بس ما كانوا 11 وصاروا 10، والعشرة بآخر السهرة بيصيروا 9، فشو ناطرنا الليلة؟ الليلة ما رح تكون إلا حلقة من مسلسل الضحك والكوميديا. 10 مشتركين بقيوا بالساحة، العشرة محضرين لجولة جديدة، واللي بيحصل منهم على علامات عالية بيطمن باله، أما الاثنين يلي بيحصلوا على أقل مجموع فعندهم امتحان تاني بيعتمد على التمثيل الارتجالي، واللجنة بتقرر وبتختار مين بدها يكمل للبرايم المقبل، ويا محلى امتحانات كلية الطب والهندسة قدام امتحان الارتجال المسرحي. محمد هنيدي، عم نحكي عن الارتجال المسرحي وامتحان صعب، انت اي امتحان كان اصعب امتحان قدمته بحياتك؟ انا بالنسبه لي يعني من احب الحاجات الى قلبي الارتجال، بصراحه بحبه جدا جدا، واللي حببني فيه شغل المسرح ان انا ابتديت مسرح، فبالنسبه لي ما كانش فيه صعوبه بل متعه، يعني بحب اشوف حد بيرتجل. حلو الارتجال اذا كان بمحله والجمهور تفاعل كمان. جداً اكيد جدا جدا. شكرا لك. سيرين، وخاصة الارتجال لما بتوقع الورقة
وبيتلبك وبنصير نضحك. ده احلى ارتجال. شو كاتب على الورقه؟ شو كاتب على الورقه؟ مش كاتب حاجه والله، يعني ملهاش قيمه بالنسبه لي، بس وترتني ووقعت وقعدت ادور. والكاسكات والجاكيت والقميص وكلنا وقعت الورقه، فكلنا على بعض وتوتر. كارثه هالورقه، هيدا اصعب امتحان. لا 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 لا. سيرين، الضحك صحي، ما له عوارض جانبيه، صحيح؟ طبعا، يعني ما في اجمل من الضحك. اول شيء بوزيتيف كثير، واذا بتبتدي نهارك، انا اليوم كمان كتبت انه اذا بتبتدي نهارنا بالضحك بكفي كل النهار، ان شاء الله بتكفي كل الشهر وكل السنه كمان. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. استاذ حسن، يا اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك حبيبتي. استاذ حسن، على اي اداء مسرحي بتعطي 10؟ 10 على 10. حاجه تحركني تخليني اضحك، حد يضحكي من قلبي، بس اديله 10، اديله عناية قبل 10 كمان. 20 100. شكرا. اكيد بنتمنى نشوف بهالسهره سكتشات قويه، علامات عاليه، وتكون الاجواء حلوه ومشرقطه. وقبل ما نستقبل ضيفتنا الممثله الكبيره هاله فاخر، بنشوف كيف كان اللقاء الاول بينها وبين الكوميديين الشباب. الكل مشغول بتحضيراته، بسكتشاته، بتمارينه، وبتوصل الممثلة المصرية الشهيرة هالة فاخر. ايه حلاوة دي؟ أنا كثير انبسطت اليوم إني أشوف هالة فاخر. أستاذ هالة فاخر حد قريب جدا من قلبنا، حد قريب جدا لينا، تربينا على صوتها، تربينا على تمثيلها. كثير انبسطت وقت اللي جيت. استقبالهم ليا كان استقبال حلو جدا، وحسيت بفرحة في عينيهم جدا يعني. تعرفت هالة فاخر على الكوميديين الشباب فردا فردا، وسألت كل واحد منهم عن تحضيراته. أنا مش باينة. على التلفزيون بتبقى حلوة وبتمثل حلو، وأنا شفتها شخصياً حبيتها أكتر من التلفزيون. تمام، طب أنت هتعمل المرة دي إيه؟ أنا هقلد 3 شخصيات والباقي كله هيكون تمثيل. يعني عامله أز كاركتر يعني. بعد الدردشة مع المشتركين عن مشاهدهم، صار وقت يأدوا سكتشاتهم أمامها. راقبت، تفاعلت، وطبعاً اختيار المشاهد اللي رح تشارك فيها منه سهل أبداً. وأنا بتفرج أنا كنت بفكر أخش إزاي في وسط السكتش اللي هم مكتوبين. مين المشتركين اللي قررت تتمثل معهم؟ يا ريت تنقيني إنه تشتغل معي بالسكتش، بقلبه 180 درجة، بس هي دي. هختار عندي فضول ان انا اعرف استاذه هاله اختارت مين فينا تمثل معاه. انت هختار 2، هختار 3، هختار. اقول لك هختار مين، هختار، لا مش هقول. هيدا اللي رح نكتشفه خلال السهره، فاستعدوا لسهره مختلفه مع هاله فاخر ومواهب كوميديه شابه وواعيه. بضيفة البرايم السابع الممثلة المصرية الأديرة هالة فاخر. يا أهلا وسهلا فيك. مطرح ما بدك بتوقفي. ازيك يا سيرين؟ ازيك يا ديدي؟ اهلا اهلا يا روحي. ازيك يا حسوكه؟ اهلا بيك يا حبيبتي. حلوه يا قمر انت. المصحف منورانا. ميرسي قوي. ايه ده؟ عسل يا ربي. طبعا عادي. ايه ده؟ يا ترى حافظه ولا هتحرجينا؟ هحرجكوا طبعا. طيب في احراج من البدايه. والله معروف. تعالي ديدي. نحن سعيدين جدا جدا بوجودك حبيبه قلبي، وانا مبسوطه بيكي ان انا واقفه جنبك يا كارلا. انا لي الشرف والله، يعني من المعجبين بيك. خليكي. وتنينتنا عيوننا ليكو. عيوننا شو حلوين. مخرج فرجينا عيوننا شو حلوين. عيوننا زرق تنينتنا. شو عجبيك هيدا؟ والله عشان تحلقي للناس كلها. اللي مش عاجبني دغري. مش عارفه احنا في مصر نقول نحلق له يعني يعني نزحته. ايوه مظبوط. نزحته. هلا تعرفتي على المشتركين. لطفة.
وكنت لطيفة كتير معهم للمشتركين. ذكروك هيك بالبدايات ببداياتك؟ لا مش ببداياتي، لأن إحنا ما ابتديناش كده، هم يعني حظهم أحسن مننا شوية، لأن بيلاقوا منظومة بتنظم لهم شغلهم، بتحطهم على الطريق الصحيح، بتمهد لهم شغلهم وتمثيلهم، بيقولوا لهم يلا مثلوا بقى. يعني مفروش بحرير. ذكرتك فريدة الصغيرة معنا مشتركة مصرية عمرها 8 سنين، ذكرتك بهالة الصغيرة اللي اختارها حسن الإمام بفيلم لن أبكي أبداً؟ لا 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 ما كنتش كده خالص أبداً؟ ده أنا كنت بريئة والله عزيز كنت بريئة، أنا لحد دلوقتي بريئة والله عزيز. فريدة دي خالتي. خالتي صح؟ طبعاً. أنا أول ما شفتها قلت أهلاً يا خالتي. لا اصل هقول لك هي خالتك جارة. خالتك ومرات ابويا. وهي ايه بالنسبه لك يا هنيه؟ عمتي يا فندم. وسيرين حبيبه قلبي. الاطفال ايامينا ما كانوش بالجرأة دي، وبحيي طبعا عائلتها الكريمه انها بتقدم لها وبتساعدها وبتقف جنبها بتدعمها، فده شيء جميل جدا. والدتها يعني دايما مع هي وخيها الصغير كمان وجه لهم تحيه اكيد. هلا انا بعرف انه عندك سرعه بالتفكير وبالاجابه. سيرين عبد النور، اي دور كوميدي بيلبق لها اكثر شيء لسيرين؟ هيك على السريع دور كوميدي. سيرين ممثله، ولما بتطلع لما طلعت في رمضان مبروك ابو العالمين حموده اصل اسمي لخبط بصراحه، كانت متلقي جيد للكوميديا بتاعه الاستاذ محمد هنيدي. ده في حد ذاته جهد، يعني لما انت تقفي قدام كوميديان زي الاستاذ محمد هنيدي بالتاكيد هتبقي واخده بالك من كل اللي انت بتقوليه، ورياكشنك بيبروز الافيه اللي هو بيقوله. نعم. فطبعا كانت علامه في الفيلم يعني الحقيقه. طبعا هلا انا بدوري بدي اقول انه هلا فاخر، انت فخر لان بوجودك بهالبلاتو. وانا وعيد الصبح، وعيد الصبح اليوم قلت يا الله في شيء منور زياده ببيروت. هل عرفت ليش؟ اهلا وسهلا فيك. هنيدي، اي دور كوميدي بيلبق له اكثر شيء؟ بصي هنيدي ده حته مني، فما اقدرش اقيمه اقول لك انه دور احلى من الثاني. يعني شهادتك مجروحه. شهادتي قوي. سلمي. واستاذ حسن، انا مش حته منك. انت كلي خلاص. انت كلي يا كلي يا حلوه. لا استاذ حسن طبعا بياخد بايدين اي حد بيقف جنبه، يعني بيقول له يلا ها قول اطلع، بيدعم يعني. بيشجع اصلا، ملاحظ من التعليقات اللي بقوم فيها للمشتركين. طبعا معاملته ليه شوية بتختلف لكن تمام يعني. ما بتمدحها؟ ليش بتختلف المعامله يا استاذ حسن؟ انا بعشقها. والله. لا وبعدين معلش يا كارلا، انا عايزه اعيد على الاستاذ محمد هنيدي حاجه. مثلا في كوميديانات، وانا مش بقول الكلام ده مجامله لديدي، انا بحب اقوله يا ديدي. ايه حلو ديدي. مين ديدي دي؟ ده موضوع هنقول لك عليه بعدين. ديدي. ديدي. وبعد العمر ده كله طلعت ديدي. لا 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 ده من قبل من سنين. ديدي ديدي ديدي. ديدي, ديدي. بصي يا كارلا، في كوميديانات عندنا بيبقوا نجوم وستارز وكل حاجه، بس بيبقى فيهم، انا بتكلم بصراحه لان انا ترماي مش عارف، بيبقى فيهم حته انانيه، يعني انا اللي عامل، ما بده يبرز غيره، انا اللي اضحك، وانا وانا وانا. انا بلاحظ على الاستاذ محمد هنيدي انه اللي عايز يقول يا جماعه اي افيه قول وانا اصلح لك، يعني لو عايز عدله انت عارفه ساعات ايه، عايز حاجه من هنا ولا حاجه من هنا، استاذ محمد هنيدي بيعمل كده مع الصغيرين قبل الكبار، وهذا بينعكس ايجابا على الاعمال اصلا. جداً. شكرا لك. وعمله محترمه وبيتفرجوا عليها الاطفال كلهم، ونحن ما رح نشبع منك الليله انا اكيد، ولكن انا هلا رح اترك لك المسرح. لا رغي قد ما بدك، بس في مشترك على اعصابه ناطر برا. كلهم على اعصابهم على فكره، كلهم، بس هلا مشترك كثير على اعصابه. يا عيني يا ربي. وهو محمود تركي. تفضل محمود.
اصطبحنا واصطبح الملك لله فتاح عليم رزاق كريم يا رب. صباح بغاشة باشا على كل واحد مستنينا من موقع عيازة. ولا حمامة. مين؟ الأستاذ الفنان العظيم سمعني سلام بالطيور الجارحة. كوكو كوكو. كوكو كوكو. حبيبي حمامة. حبيبي. أنا عايز السلام بتاعنا بقى والنبي. يلا بينا. هوبا. هوبا. هوبا 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 هوبا. حبيبي يا باشا. حبيبي حمامة. هزرنا نتكلم جد شوية. بقول لك ايه، انت عارف ان انا فنان وجوايا طاقة مكبوتة وبعرف اكتب سيناريوهات، ما تكتشفني. حلو قوي ده يا حمامة. بتعرف تكتب كوميدي؟ طبعا يا باشا. تراجيدي؟ طبعا يا باشا. سسبنس؟ طبعا يا باشا. انت حمار يالا؟ طبعا يا باشا. ايه ده انت بتغلط ليه الغلط يا باشا؟ يا حمامة بهزر معاك، بس انت عارف يا حبيبي ان انا فنان تشكيلي. فنان ايه؟ تشكيلي. تشكيلي؟ واشكيلك ليه دي الشكوى الغيرة الله ما زال. حبيبي باشا. حبيبي باشا. بعدين ايه يا فنان؟ شاي ولا قهوة يا رايق؟ شاي كشري سكر زيادة يا معلم. شكلك من عشاق الدراما والمسلسلات. معايا فكرة 30 حلقة رمضان، 60 حلقة لأغسطس. لا. ايه ده؟ معايا باكج مواسم متصلة منفصلة. لا. معايا عرض 50% اوكازيون على اي سيت كوم. لا. معايا شرابات حريمي سكسي بتنور في الضلمة. مساء الخير. مساء الخير. يا باشا مفيش حاجة عاجباك؟ يا حمامة انا راجل بتاع فيديوهات. بتاع فيديوهات؟ طلبك عندي. خد دي سيدي عليها شوية مقاطع وفيديوهات وشوية مقاطع، بس خلي بالك اوعى تتلسع. ليه؟ بس لو مقاطع بلوتوث يا خينا. حبيبي باشا. حبيبي مين اللي عليك؟ عنابي يا ابني عند الباشا. عنابي انا عند الباشا. حبيبي باشا الباشا منتج صح؟ عرفت منين يا قور؟ بيبان من الكرش شكله بيزعق. ايه يا عم الدخله دي؟ انا مهندس. مهندس وماله؟ معايا فكره فيلم مقاولات هتعجبك قوي. قول لي لو النهايه عجبتني هديها المنتج صاحبي. الفيلم بكائي درامي حزين. الفيلم اسمه بستني ليه يا احمد وانت عارف اني مخطوبه. ده كله اسم فيلم؟ اخر جمله بتقولها البطله للبطل. لا النهايه وحشه. يا باشا انت مش عاجبك اي حاجه بقولها لك. هو ده اللي عندي. في حاجه؟ في شاي حليب وشاي زرده وعناب، في كل حاجه، في اللي انت عايزه يعني. طب غور يا حبيبي. ايه محدش عايز ينفعني؟ كلها عايزه مشاريب بس ولا ايه يا جدعان؟ يا واد يا حمامه. ايه يا معلمه؟ ولا هات معسل فاخر للفنانه هاله فاخر. ايوه اتفضل اقعد اترزي. حاضر انا اسف. بص يا زفت دلوقتي انا معايا فلوس كتير قوي مش عارفه اعمل بيهم ايه، ففكرت كده قلت انت تكتب لي بقى فيلم كده حلو من على وش القفص. ايه رايك؟ انا بكتب كل حاجه واي حاجه ومفيش حد بيتفرج عليا، عادي مفيش مشكله. لا لا لا, لا انا 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 هنجحك وانا هشهرك وانا هخلي كل الناس تتفرج عليك. طيب قولي لي نوعيه المنتج اللي انت عايزه تقدميه. المنتج اللي انا عايزه اعمل فيلم كده استعراضي وثائقي تسجيلي غنائي راقص اجتماعي بوليسي حربي كده. مقاس كام؟ ايه اللي مقاس كام؟ يعني عايزاه مقاس كام فيلم؟ يعني يستعمل ممثلين كتير. انت قلت كل انواع الفن في الفيلم. مش انت يا واد بتقول على نفسك عبقري؟ ايوه انا عبقري. يا خلاص اعمل لي الفيلم اللي بقول لك عليه. حاضر ماشي. شكل البطله بتاعت الفيلم ايه؟ اللي انت عايزاه. انت عايزه مثلا البطله شكلها يبقى عامل ازاي؟ يعني تبقى بنوته صغننه كده يعني. عندها كام سنه؟ يعني بتاع كده حوالي كده 16 سنه. 16 وحضرتك بطله الفيلم؟ امال مين اللي هيعمل الفيلم؟ امال انا هدفع فلوس كده في الفاضي؟ يعني البطل عندها 16 سنه وحضرتك اللي عايزه تبقى مكياج يا ابني. مكياج. طبعا مكياج. طب وعايزه نخبه من النجوم معايا. ايوه مين بقى النجوم؟ كلميني عن النجوم. يعني مثلا ممكن استعين بالاستاذ محمد هنيدي مثلا. بس طبعا محمد هنيدي كبير عليا. محمد هنيدي كبير عليك؟ فممكن يعمل بابايا. يعمل باباك. بابايا في الفيلم. واستاذ حسن حسني يعمل ابني صغير. ماما ماما روح روح ماما. طيب و سيرين تعمل مامتي. بس
يعني استاذ حسن باباكي يا ابني افهم استاذ حسن ابنك ابني. واستاذ محمد هنيدي ابوها بابايا واستاذه سيرين تعمل بنتي مامتك وانا اعمل مش واخد بالي من اللي انت قلتيه ده كله انت تمشي تطلع بره حاضر انا هكتب لك شيك واسيبه لك بكره في البتاع ب 150 جنيه 150 جنيه عشان تعمل لي الفيلم حلو حلو وعلى شرط المتفرجين كلهم تجيبهم طيب وعلى الله حاضر. متفرج يطلع بره الصاله بالنص الفيلم حاضر انا هبهدلك هثبت لك امهم جو هثبت لي امهم ماشي يلا اتفضل وريني خدي خدي الحمد لله الحمد لله والله هتلعب معاك يا حمامه شو يا تركي تفضل تفضل كل شيء تمام تمام معك شي سكريبت لإلي ولا بعتهم كلهم بالمقهى معي سكريبت عسل ليكي والله والله شكرا لك هلا فاخر شو رايك بادائه لمحمود لا جميل حبيتي والله جميل بس هو متسرع في الكلام شويه هو لو يهدى هيبقى هايل لانه عنده مقومات النجم الكوميدي كويس جدا شكرا شكرا على الكومنت اكيد رح نستمع الى اراء اللجنه بنبتدي مع محمد شو رايك لا حوده جميل طبعا زي ما قالت الاستاذه هاله فاخر فعلا اهدى حوده خالص يعني انت مستعجل انا عارف ان في ظروف كتير مخلياك مستعجل حاجات حصلت غير التوتر وكده بس في النهايه انت اما تروق لا هيبقى ممثل كوميدي جميل طبعا شكرا لك سيرين قد ايه وجود هلا فاخر الى جانب تركي عطا بوش اول شيء بدي دلعك اليوم بدي لك يا موده يلا خروشي كثير كان مهضوم وكان كثير عن جد يعني من قلبي انا انبسطت اليوم بهيدا السكتش واكيد وجوده له قيمه كثير كبيره يعني الناس اللي هن كبار ومخضرمين بيهتموا بوجود حدا مثل هلا حدهم كيف اذا حدا مبتدئ واكيد اضافه كبيره بهنيك على هالسكتش برافو شكرا سيرين استاذ حسن شي مره حدا عرض عليك سيناريو بكوفي شوب لا والله ما حصلش لا لا خالص شو رايك بادائه لمحمود لا محمود هو عارف رايي فيه محمود ممثل كويس قوي وممثل متمكن وبيعرف يقول الافيه في مكانه صح وكمان وجود هاله جنبه هاله طبعا يعني مش هتكلم على هاله انما يعني سخنت له الموقف وقدر يشوط الافيهات صح يعني هلا ساعدته كثير ساعدته وبرافو يا محمود شكرا لك استاذ حسن اكيد بدنا نشوف العلامات تسعة سبعة ثمانية وراح ننزل لك الموسيقى هلا موسيقى لعبت يا زهر وتبدلت لحظة وركبت شكرا تركي بريك اول وبنتابع البرايم السابع من ذا كوميدي نجم الكوميديا خليكم معنا من الباك ستيج هلا فاخر وتركي النور ده ربنا يخليك يا رب منورانا انت عامله ايه الحمد لله تمام راضي عن تركي عن اداء تركي قدامك انا قلت له ملحوظه قلت له ما تتسرعش هو متسرع قوي عايز يقول الكلام ويخلص من التوتر بس هما طبعا التجربه صعبه بصراحه مش سهله بامانه صعبه جدا نو تركي شاركت هلا فاخر معاك في السكتش دوت اداك دعم اكتر لا طبعا اداك ثقه اكتر هي اصلا لما دخلت على المسرح حسيت ان امي داخله تمثل معايا كنت والله كنت مطمن بوجودها جنبك كنت سعيده جدا ان انت معايا النهارده من باك ستيج ثانك يو باي